اتكلم عن المشروعات البحثيه. طبعا انا عامل التمبلت كاتبه ب تايمز نيو 14 كتاب 14 وال 10 زي ما انتم عايزين. غير ممكن نغير الفونت من اسمها انا عايزين تايمز نيو ادي طبعا الخط لو حبينا نخلي الخط ده بولد يعني على نفس الستايل. كل طالب هنا بيكتب اسمه كامل باللغه العربيه كامل زي اللي موجود في شيت الاكسل كده بالظبط. وبتكتب هنا الستودنت اي دي كامله. وطبعا هو الليفل بتاعك بتكتب مثلا الفرقه الاولى وماده الاورجانيك كيمستري ديبارتمنت هيبقى بايو كيمستري ديبارتمنت. الابستراكت ده اخر حاجه بتتكتب لان ده يعتبر هو الملخص بتاع الموضوع البحثي هو عنوان يعتبر يعني الرساله اللي انت عايز توصلها للقارئ خلال الابستراكت. فالابستراكت ده لازم نخليه للاخر. بعد كده هنتكلم في الموضوع البحثي ذاته وازاي نكتبه. طبعا احنا اخذنا ديك المعلومه ديت من بحث فلاني او كتاب فلاني يعني اللي احنا جبناه من على النت زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. نكتب المرجع دي بقى الستايل بتاع الفان كوبر. في ناس بتكتب المرجع اسم العالم والسنه والكلام ده كله. لا هنا الفان كوفر ديت الرقم بيبدا بالترتيب 1 بعد كده 2 المرجع رقم 2 بعد كده المرجع رقم 3 بعد كده المرجع رقم 4 و5 وانت ماشي كده على حسب ما انت اخذت. وهنا هو الرقم بيبقى بين قوسين ماشي. طب واكتفي بكده؟ لا اول ما اخذت المعلومه ديت اجي نازل في الريفرنس تحت كاتب المرجع بتاعي رقم 1 كذا كذا كذا. وسيبنا من الريفرنس دي هقولها لكم كمان شويه دي بتكتب ازاي. بس انا بقول لك اول ما تاخد المعلومه تيجي كاتب المرجع بتاعها على طول عشان ما تنساش. لان انت لو خدت معلومه من غير مرجع يبقى ما عادش لها لازمه. ماشي. طب لو ان الكتابه بتاعتي مش مظبوطه كده وانا عايز اعمل لها جاستيفيكيشن اعملها منين؟ من كده اعلم الباراجرافات اللي انا عايز اعدلها واعمل لها ايه جاستيفيكيشن. ماشي. وادي البحث الثاني والثالث والرابع وانت ماشي كده. كده احنا كتبنا الايه؟ كده كتبنا المقدمه بتاعتنا من ايه؟ من الابحاث. طبعا الكلام ده مش بتاعنا. ده احنا واخدينه من الابحاث. واخدينه ونقلينه بالنص كاب اند بيست. ماشي؟ هنيجي كمان شويه نعرف ازاي نغير فيه بس هيبقى نغير فيه الاستراكشر بتاع الجمله بس لازم نحافظ على نفس الايه؟ لازم نحافظ على نفس المعنى. الكونكلوجن هنقول دلوقتي معناها ايه؟ بس انا نازل تحت ليه؟ عشان الريفرنس. الريفرنس لما بقى واخد ريفرنس شوف هنا الريفرنس بقى بيتكتب ارقام بس مش بين قوسين رقم عادي خالص وبيتكتب اسماء العلماء الاول وهقول لك بيتكتب ازاي. وبعد كده هو تايتل ده كتاب. لو واخد من كتاب يبقى نفس الستايل ده يبقى اسماء العلماء وبعد كده التايتل عنوان الكتاب اللي انا معلمه دلوقتي دوت وبعد كده دار النشر والسنه ودي البيج الصفحات اللي انا اخدت منها. ممكن اكون اخدت من كمان صفحه ماشي. يبقى مثلا 249 اسف مش 200 بقى 3 4 9 واخدت المعلومه من صفحتين. لو اخدتها من صفحه واحده يبقى خلاص يبقى بكتب المعلومه من زي ما اخدتها. نيجي مثلا على لو انا واخد المعلومه من مرجع زي دوت اللي هو رقم 3. طب انا المرجع ده هكتبه ازاي؟ انا جبت لكم المرجع ده من على النت اهوت من النت اهو ده. هكتبه قدامكم ازاي؟ لان اصلا المفروض اللي بيعمل لنا المراجع ديت برامج معينه اللي هو زي الاند نوت وزي المندلي. بس طبعا ما فيش وقت ان احنا نعلمكم الكلام دوت. ممكن نعلمه لكم بعد ان شاء الله اللي محتاج. اول حاجه عشان نكتب بقى المرجع دوت شوف هنكتبه ازاي. اول حاجه بقطع كده الايه العلماء هم اتنين علماء دوت كده. ده كده اسم العالم ذاته ودوت اسم السير نيم بتاعه الاسم العائله. لما نيجي نكتب على البحث ده في كمرجع لازم اجيب اسم العيله الاول بعدين احط اسم الايه
اسم العالم واجي عامله مختصرا يعني ايه اللي بس، واجي عامل كما ومسافه واجيب العالم الثاني، بس العالم الثاني اجيب ايه؟ اجيب جده الاول، اجيب السير نيم الاول، وبعد كده اسمه مختصر. طب انا حطيت نقطه ليه؟ لان هم اتنين علماء بس، يبقى كده اخره اخرها نقطه. بعد كده نجيب التايتل. طب نجيب التايتل اللي هو العنوان اهو، ادي العنوان. شوف انا جايب لكم من المصدر ازاي بنكتب مرجع كوبي، انا بعمل شوف كوبي وبيست على طول، بيست ها، لان انا عامل الفورمات بتاعتي هنا ايه على تايمز نيو رومانز 14. حطيت التايتل نقطه مسافه، بعد كده هو اسم المجله، ادي اسم المجله دوت ديت البحث اللي انا واخد منه المعلومه، واعلمه واعمله كوبي اند بيست، واجي حاطط نقطه هنا اهوت في الفانكوفر بيخلي المجلات ايتاليك، بعلمها واجي طالع فوق على الاي الايتاليك دي واجي اعملها. بعد كده اهوت السنه اجيبها منين؟ اجي راح برضو من فريح الجورنال، واخد دي كده على بعضها. ادي السنه، بعد كده بنشيل لنا الشهر ديت لانه مش مطلوب، دي كده السنه. بعد كده هو ديت الفوليوم، العدد بتاع ده الفوليوم اللي هو العدد بتاع المجله، وده ايشيو يعني حاجه جوه، حاجه جوه العدد، عدد جوه العدد ماشي. وبعد كده بنكتب الايه ارقام الصفحات. البحث ده واخد من ارقام من 89 ل 96. طب انا عرفتها منين؟ ما انا لسه جايبها قدامك اهو، اهو من 89 ل 96، يعني ما اجيبش حاجه من عندي. وبعد كده تأدي البحث الرقم بتاعه فوق كام؟ رقم 3. واجي شايل ده، انا طبعا انا عدته تاني عشان اقول لكم انا كتبته ازاي. طب لو هو اكتر، لو اكتر من اثنين علماء عادي خالص نفس الطريقه، ده اسم السير نيم وده اسم العالم اهوت مختصر اللي هو البي، بعد كده هارس، وبعد كده لو اسمه مثلا يعني مثلا انا مثلا الفار اي اتش يعني علي حافظ الفار، يبقى الفار سير نيم، بعد كده ايه اللي هو علي، اتش اللي هو اسم ابويا يعني. وبعدين كما عشان تفصل العالم اللي بعده، وانت ماشي كده لحد ما تصل لاخر واحد، يبقى في الاخر احط نقطه، لان بعد منها هيجي الايه؟ هيجي التايتل، بعد كده نقطه، بعد كده يجي الجورنال، بعد كده هوت نقطه ويجي السنه، بعد كده الفوليوم، بعد كده العدد. في بعض اللي الايشيو يعني في بعض المجلات ما بيبقى لهاش ايشيو، يبقى لها فوليوم بس، يبقى ما فيش مشاكل خالص، يبقى هيبقى 40 واشيل دي واشيل البين قوسين دي، حط ارقام الصفحات، بس انا هرجعها ثاني لان هي لها ايشيو. طب لو عايزين تحطوا حاجه من المحاضره، المحاضرات اللي انا عطيتها، يبقى ادي اهو الفار اي اتش مثلا، واحد عنده بحث بتاعه عن الصوديوم، بيكتب الصوديوم وبينقص كده فيديو ليكتشر تبع المينرال ميتابوليزم. طب كان فين الكلام ده؟ كان في ايجيبت مصر 2020 ابريل، لان انا كنت يعني كل المحاضرات هنا كانت في شهر ابريل تقريبا، وتشوف يوم الثلاث ده كان من اي ثلاث من الثلاثات وتكتبوا التاريخ بتاعه. دي لو عايز احط ايه؟ لو عايز احط فيديو، لو عايز احط كتاب يبقى احطه بنفس الستايل بتاع الايه؟ بتاع الكتب اللي فوق دي كده. دي كده بالنسبه للايه؟ للمراجع. نيجي بالنسبه للملخص. الملخص دوت هو عنوان الموضوع وبيتكتب بعد الموضوع. طب قبل الملخص اسف لازم ننزل على الكونكلوجن. الكونكلوجن هتقول انا استنتج ايه كشخص كطالب اهوت، ماليش دعوه، مش هكتب من حد، انا مش هكتب من حد دلوقتي، انا هكتب ما استنتجه انا من الموضوع. تكتب الاول جمله انترودكتوري اسمها انترودكتوري انترودكتوري باراجراف عن الموضوع بتاعك. انا بتكلم عن الانتي اوكسيدنت، هتقول انتي اوكسيدنت ديت مهمه عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا، لذلك انا يعني لذلك انا في الموضوع بتاعي دوت اتكلمت عن كذا وعن كذا وعن كذا. وفي الاخر لازم تكتب الريكومنديشن بتاعك، مش عملت موضوع وخلاص. انت بتوصي بايه؟ والله احنا نوصي مثلا الناس اللي بتاخد الصوديوم خاصه في الفتره اللي احنا موجودين فيها ديت وبتاكل صوديوم بس ما بيطلعوش في الشمس، لازم يتعرضوا للايه؟ لاشعه الشمس عشان يساعد على الامتصاص.
يبقى انت ربطتها بالواقع وعملت ايه الريكومنديشن مثلا، يعني انا بضرب كمثال. ودي يعني اكتب لنا فيها باراجراف باراجراف او اتنين، دي الكونكلوجن بتاعك اللي انت استنتجته. نرجع بقى للكلام اللي احنا واخدينه من الناس، الكلام اللي احنا واخدينه ايه من الناس، زي مثلا الكلام ده كده، لازم نغير الباراجرافات ديت، لازم نغير الصياغه بتاعتها. فهنغيرها ازاي؟ هقول لك انا، هديك موقع تغير منه، اسمه الكويل بوت دوت، واحنا لسه عاملين فيه بارافريزنج اهوت. هتعملها ازاي؟ هتلاقي عندك اول ما هيفتح معاك هيفتح مع ستاندر، لا قول له انا عايز كرييتيف، عايزك تغير لي في الجمل، يعني تغير كامل وبكون بمهاره عاليه. باخد الجمله بتاعتي اللي انا واخدتها، مش بتاعتي اسف، اللي انا واخدها من البحث، واحطها هنا كده كوبي اند بيست، واقول له كويل ات، غير لي الجمله دي. فبيبدا ان هو يغير لي في الاستراكشر بتاع الجمله، بس يحافظ لي على المعنى وراجعها وراه منه برضه. ماشي، واجي واخدها كده كوبي واقول له ايه بيست. ماشي، بس كده بقت بتاعتي انا. وممكن نعملها بطريقه ثانيه، ايه هي؟ ممكن برضو نغير، احنا غيرنا في الاستراكشر، ممكن نغير برضو في الكلمات. نيجي على كلمه انهبت دي كده نعلمها وكليك مين، وجاي على السينونيمز ديت اللي هو المرادفات، ريديوس بريفنت، الاقي واحده هندرز بريفنت ريديوس، هي ريديوس ماشي تمشي، او سلوز بتقلل الابوبتوز. ماشي، ساين مثلا، عايز كلمه ساين ديت، عايز، يبقى انا كده غيرت كاستراكشر بالكويل بوت. وممكن اغير بعض الكلمات برضه، يعني مثلا ساين لو هجيب لي هنا كلمات مش ماشيه معايا ما يبقى ما غيرهاش. ماشي، بس تمام كده. ممكن اغير برضه الايه دي كده، انا واخدها من بحث تاني، اجي واخدها كوبي حاططها في البرنامج واقول له كويل. طب دلوقتي احنا لو هو جابها لي كده وما عجبتنيش، اقول له تاني، اعملها لي تاني. كده مثلا افضل، اجي واخدها كوبي واجي حاططها في المكان دي كده، يبقى كده دي بقت بتاعتي. اما الاولانيه مش بتاعتي، هي بتاعت البحث، بس انا حطيتها هنا عندي بنفس الايه، بنفس المعنى ونفس الكلام. لو هنمشي بقى كل جمله او كل باراجراف هناخده، لازم نعمل له اعاده صياغه تاني لانه مش بتاعي. طب اللي عمليه كده هتبقى صعبه؟ لا مش صعبه ولا حاجه، كله اوتوماتيك وانت قاعد في البيت واشتغل. عرفناك ادوات تشتغل عليه. دي كده بالنسبه للايه، للكلام اللي انت هتكتبه في صلب الموضوع. ماشي، بعد كده الابستراكت اللي هو الملخص بتاع اللي هو من 200 ل 250 كلمه دوت لازم يبقى اللي يقراه. يعني مثلا ممكن اعمل بحث ومنشور على النت في المحركات، الداتا بيز، ساينتفك داتا بيز، ممكن واحد علشان ما عندوش وقت عايز يقرا حاجه سريعه عن البحث بتاعي فيقرا الملخص. فالملخص دوت المفروض ان هو يحتوي على معظم مش هيقول كل طبعا، ان في ابحاث بيبقى فيها معلومات كتير، معظم اللي موجود جوه البحث يقرا. يعني الابستراكت دوت عنوان، هيعتبر عنوان او اليافطه بتاعت الموضوع بتاعك. يبقى هتكتب برضو نوع جمله باراجراف او اتنين تعرف الناس بالباك، اسمهم باك جراوند بالموضوع بتاعك. يعني الانتي اوكسيدنت هتقول الانتي اوكسيدنت دي مهمه عشان كذا وكذا 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 وكذا، ودي تبقى موجود حتى موجود منها في الخليه وكذا وكذا، الكلام ده كله. ماشي، واحنا هنتكلم في تشرح، احنا هنتكلم في المشروع البحثي بتاعنا عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا، وعن الامتصاص بتاع الصوديوم والهرمونات اللي بتعمله وكذا وكذا وكذا، وتلازم في الاخر خالص تكتب برضو حته ملخص الكونكلوجن. يبقى في الاول هنا في الابستراكت جمله مقدمه، يعني الابستراكت هو كل البحث اللي تحت، بس ايه حتت مقطعه كده ورجع بعضها، حته يعني حتت صغيره اسف، بس كلها ما تعديش ال 200 ل 250 كلمه. هتكتب جمله مقدمه عن اهميه الموضوع. بعد كده دوت انت عملت ايه؟ عملت ايه جوه المشروع البحثي بتاعك؟ انا اتكلمت عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا، وبحثت فين؟ وبحثت في المحرك البحثي الفلاني، وتكتب كده مثلا بحثت في الباب ميد، وبحثت على الجوجل، تكتب كده وي ار اي سيرشد فور ذيس
research project in database such as PubMed, Google Science Direct, اي حاجه من اللي انا قلت لك عليهم في الفيديو اللي فات تكتبها. انا بحثت في الحته الفلانيه في المكان الفلاني ماشي واستنتجت ايه وي ار كونكلودد فروم ذيس ستادي كذا وكذا 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 ممكن ونوصي بكذا. يبقى الابستراكت دوت هو اول حاجه بتنكتب في البحث او اسف اول حاجه بتبقى موجوده في البحث لكنه اخر حاجه بتتكتب في البحث لان انت المفروض بتكتبه بعد ما تخلص البحث خالص وتقعد تكتبه كده جمله مقدمه وبعد كده تكتب انت عملت ايه وبعد كده انا بوصي بايه الاستنتاج بتاعي وبنوصي بايه. انا متهيئ لي كده ان شاء الله يكون غطيت الموضوع دوت. وبرضو اي سؤال لاي حد ما ممكن إضافة الصور يا دكتور حضرتك نسيتها المرة دي. تمام الله ينور عليك. لو أنا هضيف لو هضيف صورة لو هضيف صورة كده أنا هجيب صورة هنوت الفيجرز دوت من بحث من الأبحاث بتاعتي ننشرها بالفعل لما جينا ننشره يعني مثلا هحطه هنا مثلا أحط الفيجر كده وأحط مثلا الفيجر هوت واسمه أحط التايتل بتاع الفيجر رقم واحد مثلا بالنسبة لكم هنا رقم واحد الفيجر دوت بيبين كذا 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 ماشي ولازم اكتب ان هو ريفرنس اهو لان دوت مش بتاعنا لان دوت النانو بارتكل بتاعت السمي كونوم حبه البركه مش احنا اللي عاملينه لما طلبوا مننا الصور كنا رايحين للراجل دوت الريفرنس رقم 18 بعتنا له قلنا له احنا ممكن لو سمحت ممكن نعيد نشر الصوره بتاعتك دي عندنا وهنحطك كريفرنس عندنا في البتاع. قال لي ما فيش مشاكل خالص واعطانا بيرميشن اعطانا تصريح بذلك ماشي بس انتم بالنسبه لكم مش هنطلب تصريح انت هتحط بس الريفرنس المرجع بتاعك انا خدت الصوره ديت من المرجع الفلاني كل حاجه في الموضوع البحثي لازم تكتبها بريفرنس لازم جوه صلب الموضوع لكن الكونكلوجن بتاعتك ما فيهاش ريفرنس لانها بتاعتك ماشي دي بتاعتك والابستراكت ده بتاعك انت اللي كاتبه اما صلب الموضوع انت واخده من الناس لكن لما تيجي تاخده من الناس لازم تعمل حاجتين حط المرجع تعمل بارافريزنج او ريفريزنج تاني بس حاجه تانية رنا تاني كده تاني احنا نشكر زملائكم رنا ان هي يعني تاخرت معانا وعشان يسجل الفيديو شكرا يا رنا ولا يهمك يا دكتور سلام عليكم وعليكم السلام.